عليكم، اهلا بيكم في قناه كروشيه كافيه. فيديو النهارده تريكو، هنتعلم طريقه عمل الغرزه دي. غرزه جميله جدا جدا ومن اسهل واجمل الغرز للمبتدئين. كمان ميزتها ان هي بتدي نفس الشكل من الناحيتين، والغرزه اللي بتبقى كده في التريكو عددها مش كبير قوي، عشان كده لما بيبقى فيه غرزه بتدي نفس الشكل من الناحيتين بتبقى مميزه وحلوه جدا وبتنفعنا قوي في الكوفيات. وعشان كده ان شاء الله هنشوف عليها تطبيق لكوفيه في منتهى الجمال في الفيديو اللي جاي. فاحنا بس في الفيديو ده هنشوف خطوات عمل الغرزه ونتدرب عليها كويس، وان شاء الله تابعوا معايا في الفيديو اللي جاي هنشوف طريقه التعامل وخطوات الكوفية. الغرزة دي انا مش عارفة ايه بصراحة اسمها المتعارف عليه، بس لو في حد بيتابعنا من الناس الخبيرة في التريكو فممكن يتفضل يكتب لنا اسمها في التعليقات، وانا هغير اسم الفيديو على اساس الاسم اللي هتكتبوه. الخيط اللي هستخدمه في الشرح هو خيط إليز ماكسي، وبنصح بيه جدا جدا للمبتدئين عشان الفتلة بتاعته سميكة واضحة وسهلة جدا في الشغل. ونفس الخيط ده هو اللي هستخدمه برضو لعمل الكوفية، وبرضو عشان تبقوا عارفين رقم اللون 203، وهستخدم معاه إبر تريكو بمقاس 8 ملي. الغرزة دي لازم نأسس عدد زوجي من الحلقات، فأنا هنا على سبيل المثال بدأت بعمل 18 حلقة. ودايما بنصحكم أنه لما تيجوا تتدربوا على أي غرزة جديدة لازم الأول أنتوا تبدأوا تتدربوا على عينة صغيرة، فأنا هنا بدأت بعمل 18 حلقة. نبدأ السطر الأول، وبفكركم أول حلقة وآخر حلقة بتبقى لتنسيق الجوانب بتاعة الشغل. فهنا أول حلقة بنسحبها مش بنشتغل فيها، وبنسحبها بالطريقة دي كأننا بالظبط هنشتغل غرزة مقلوبة. فبنبدأ إن احنا نرفع الخيط بالشكل ده كده، وبنمر من الاتجاه ده للحلقة، وبنسحب الغرزة بنطلعها بره الإبرة وبننقلها على الإبرة اللي ناحية اليمين. هنبدأ السطر الأول بأن احنا هنشتغل عادي خالص غرزة البليسيه واحدة واحدة، يعني غرزة عدلة وغرزة مقلوبة نت ستاتش وبارل ستاتش. فهبدأ أول حاجة بالغرزة العدلة، أو ممكن برضو نبدأ بالغرزة المقلوبة مفيش مشكلة. عدل هنا بس الخيط، وده هنا الخيط المتصل بالشلة هجيبه كده ناحية اليمين، وهبدأ عادي خالص أول غرزة هشتغل فيها غرزة عدلة أو نت ستاتش. الغرزة اللي بعدها هتبقى غرزة مقلوبة فهشتغل بيرل ستيتش. طبعا برضو انا وضحت النات وبيرل، نات يعني عدلة وبيرل يعني مقلوبة. والناس اللي بتقولي انت ليه بتقولي الاسماء بالانجليش، عشان هي بالنسبة لي اسهل في النطق بدل ما اقول عدلة ومقلوبة. وطبعا برضو وضحت كل الكلام ده بالتفصيل. بعد هنا خلاص ما خلصت الغرزة دي مقلوبة، فالغرزة اللي بعدها عدلة نات، والغرزة اللي بعدها بيرل. الخطوات العادية خالص لغرزة البليسي واحدة واحدة، غرزة عدلة غرزة مقلوبة لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، فضل عندي آخر حلقة وآخر غرزة بيرل غرزة مقلوبة. وهنا في الحلقة الأخيرة زي ما قلت لكم دايما أول وآخر حلقة بتبقى تبع الإطار بتاع الشغل، ملهاش علاقة بخطوات الغرزة. فهنا في الحلقة الأخيرة هشتغل نات ستاتش غرزة عدلة، بس هتبقى في الحلقة الخلفية. كده خلاص انا خلصت السطر، وده كده السطر الاول غرزة البليسي واحدة واحدة، وهزود عليه كمان تلاتة برضو من غرزة البليسي بحيث الاجمالي هيبقوا اربع سطور من غرزة البليسي. فهفضل برضو اكرر بالظبط نفس الخطوات. هجيب كده الخيط فوق الشغل واسحب الحلقه الاولى كاني هشتغل غرزه مقلوبه بالظبط. هنا الابره اللي ناحيه اليمين بتبقى اعلى الابره اللي في الشمال، وببدا انه اسحب الحلقه واخرجها من على الابره الثانيه. هبدا اشتغل في الغرز زي ما هي بالظبط. فانا هنا اول غرزه عندي غرزه عدله زي ما احنا شايفين كده، واخده حرف الفي اسفل الحلقه، يبقى دي غرزه عدله. فهشتغل فيها غرزة عدلة زي ما هي، مش بغير خالص اي حاجة في الغرز. العدلة بشتغل فيها عدلة، والمقلوبة برضو بتفضل زي ما هي. هنا في عندي الغرزة بيرل غرزة مقلوبة، لانه شايفين الحمصة دي او الجزء البارز ده، فده معناه انه من غير حتى ما راجع شغلي ولا اي حاجة خلاص الغرزة دي مقلوبة. اللي بعدها نات، واللي بعدها بيرل.
بشتغل بنفس الخطوات بالظبط واحدة واحدة، وبشتغل في الغرز زي ما انا شايفاها بالظبط. اخر غرزة عندي غرزة بيرل، فهنهي السطر بالغرزة بتاعت الجوانب وهشتغل نات ستيتش بس هتبقى في الحلقة الخلفية. خلاص كده خلصت السطر التاني ده. هنا عندي بنعد الاسطور كده 1 2، زي ما وضحت بنبدأ الاول باربع سطور من غرزة البليسيه واحدة واحدة. فده هنا السطر التاني، هبدأ في السطر التالت برضو نفس الخطوات. خلصت 3 سطور 1 2 3، هكملهم لأربعة. خلصت 4 سطور من غرزة البليسي 1 2 3 4، وهي الغرزة كلها انه هنفضل برضو نشتغل بغرزة البليسي واحدة واحدة، بس انا هنا في السطر الخامس هبدأ انه اعكس الغرز. العدلة هتبقى مقلوبة والمقلوبة هتبقى عدلة، النت هتبقى بيرل والبيرل هتبقى نت، بعد كده هرجع تاني اشتغل بغرزة البليسي. فهي الغرزة كلها عبارة عن انه بنعكس الغرز في سطر، وبعدين بنشتغل بعديه 3 سطور بالغرز زي ما احنا شايفينها، وبعدين نعكس الغرز وبعدين نشتغل 3 سطور في الغرز زي ما احنا شايفينها. برضو بنفس الخطوات بالظبط، بنسحب اول حلقة مش بنشتغل فيها، لانه قلنا اول حلقة واخر حلقة دول ما لهمش اي علاقة خالص بخطوات الغرزة. هنا في عندي اول غرزة في بداية السطر النات، فهخليها بيرل. الغرزة اللي بعدها بيرل فهخليها نت. اركز كويس جدا في السطر اللي انا بعكس فيه الغرز. اللي بعدها نت فهخليها بيرل. اللي بعدها بيرل فهتبقى نت. بعكس الغرزة العدلة بخليها مقلوبة والمقلوبة بخليها عدلة، بكرر بقى كده لنهاية السطر. بشوف الغرزة اللي قدامي نت ولا بيرل وبعكسها. هنا وصلت لنهاية السطر، اخر غرزة عندي غرزة مقلوبة هشتغل فيها نت، وبرضو هنهي السطر بنفس الخطوات. انه هنا في الحالة الاخيرة ايا كانت اللي قبلها هي هتفضل برضو نت ستاتش في الحلقة الخلفية. انا كده خلاص خلصت السطر اللي انا بعكس فيه. بعد ما بخلص السطر اللي بعكس فيه بشتغل عليه 3 سطور في الغرز زي ما انا شايفها، مش بغير فيها اي حاجة خالص، برجع تاني اشتغل بغرزة البليسي واحدة وواحدة. وعشان ما تلخبطش في العدد، فببدأ ان انا السطر اللي انا عكست فيه ده بعلمه، فبروح هنا على اي غرزة من الغرز النت الغرزة العدلة وبعلمها بالشكل ده كده عشان التزم بعدد ال4 سطور، لانه انا هبدأ اعد من اول. هنا ده السطر اللي انا عكست فيه، هزود عليه كمان 3 واحدة واحدة، وبعد كده ارجع تاني اعكس. فهبدأ هنا خلاص خلصت السطر الاول اللي بعكس فيه، هرجع تاني اشتغل في الغرز زي ما انا شايفها بالظبط، والغرزة بسحبها وهرجع تاني اشتغل بطريقة واحدة واحدة في الغرز زي ما هي. هنا في عندي اول غرزة غرزة بيرل، فببدأ تاني انه اعكس او ارفع الخيط لفوق فبشتغل فيها بيرل. اللي بعدها نت واللي بعدها بيرل. خلاص بقى مش بعكس ولا اي حاجة. خلصت 3 سطور من غرزة البليسي، ولو عدينا من اول السطر اللي احنا عكسنا فيه ده، هنا السطر اللي احنا عكسنا فيه 1 2 3 4، بعد كده بنفضل نكرر نفس ال4 سطور بالظبط. هي نفس غرزة البليسي العادية خالص اللي احنا اتعلمناها اللي هي واحدة واحدة، بس الفرق انه في السطر الاول بنعكس الغرز، العدلة بتبقى مقلوبة والمقلوبة بتبقى عدلة، وبعدها بنشتغل 3 سطور من الغرز زي ما هي واحدة واحدة، مش بنغير فيها اي حاجة. خلاص اكتمل عندنا ال4 سطور. بنعلم اول سطر بنعكس فيه عشان نتاكد انه ال4 سطور اكتملوا، بعد كده بنرجع تاني نعكس السطر الاول ونشتغل عليه 3 سطور من غير ما نغير في الغرز. فبنفضل بس نكرر نفس ال4 سطور دول بالظبط. فانا خلاص بعد ما اكتمل عندي ال4 هبدا انه اعكس الغرز. اول غرزه عندي هنا غرزه مقلوبه فبخليها غرزه عدله. اللي بعدها غرزة عدلة فبشتغل فيها مقلوبة.
بس كده، هي دي كل خطوات عمل الغرزة. ده شكل الغرزة لما بنفضل نكرر نفس الأربع سطور، وطبعا شكلها بيبقى أحلى لما بتظهر على مساحة أكبر. عشان كده إن شاء الله تابعوني في الفيديو اللي جاي، هنشوف إزاي بنعمل منها كوفية رائعة ومميزة جدا. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.